الإخوة المؤمنون، لقد ذكر ربنا جل في علاه في كتابه الكريم عددا من صفات المؤمنين، وإن أول وصف وصف الله تعالى به عباده المؤمنين أن قال جل في علاه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، ثم ذكر بعد ذلك بقية الصفات التي يدفع إليها الإيمان بالغيب، قال ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، يعني الصدقة والزكاة. فجعل الله تعالى الإيمان بالغيب هو الدافع للإنسان على فعل الطاعات وترك المنكرات. لذا بين النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة إذا عاين الغيبيات فإنه لا ينفعه عند ذلك إيمانه ولا توبته، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، قال وعند ذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فإن طلوع الشمس من مغربها هو من علم الغيب الذي نؤمن به، فإذا كان الإنسان قبل ذلك لم يؤمن ولم يتمكن في قلبه تعظيم لله فأدفعه ذلك إلى التوبة والطاعة، ولم يندفع إلا لما رأى الغيب بعينه فصار شهادة، عند ذلك لا ينفعه إيمانه، كما قال الله جل وعلا يوم يأتي بعض آيات ربه لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ذكر المفسرون أن قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربه يعني لما تطلع الشمس من مغربها. وكذلك إذا عاين المرء الموتى ورأى ملائكة الرحمن وهم يستخرجون روحه عندها لا ينفعه الإيمان والتوبة، وذلك أن الغيب الذي كان المفروض أن يؤمن به من قبل صار الآن شهادة أمامه، كما وقع لفرعون لما عاين الموتى ورأى من كشف له عند موته قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. أيها المؤمنون، ولقد ذكر الله تعالى في كتابه 5 أشياء تفرد ربنا جل في علاه بعلمها ولا يعلمها إلا الله تعالى، وإنك إذا نظرت اليوم في الواقع تجد أن بعض المخلوقات من البشر بدأوا ينازعون الله تعالى هذه الأشياء 5 أو ينازعونه بعضها، حتى صار لبعضهم مواقع في الإنترنت ولبعضهم برامج في القنوات الفضائية وما شابه ذلك. يقول الله جل وعلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال الله جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفاتح الغيب لا يعلمهن إلا الله، مفاتح الغيب 5 لا يعلمهن إلا الله، ثم بينها قال لا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم ما متى يأتي المطر أحد إلا الله ولا تدري نفس ما بأي أرض تموت ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. أيها الأحبة الكرام، لعلنا أن نمر مرورا سريعا على هذه المفاتيح 5. ذكر بعض أهل العلم أن سبب تسميتها مفاتيح أنها فعلا مفاتيح لما بعدها، فالله تعالى تفرد بعلم ما تغيض الأرحام لأن ما تغيض الأرحام هو مفتاح لحياة المخلوقات، وتفرد جل وعلا بعلم متى ينزل الغيث وذلك أن نزول الغيث هو مفتاح لحياة الأرض، وتفرد ربنا جل وعلا بعلم الأرزاق وما يأتي غدا وذلك أن علم ما في غد هو مفتاح الأرزاق، وتفرد ربنا جل وعلا بعلم متى يموت الإنسان وذلك أن ذلك مفتاح للقيامة الصغرى وهو موت الإنسان، وتفرد ربنا جل وعلا متى تقوم الساعة وذلك أن ذلك العلم هو مفتاح لقيام الساعة الكبرى يعني القيامة المشهورة.
ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأشياء الخمسة تأكيدا على عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا أنزل على محمد؟ أنزل عليه القرآن. ماذا في القرآن؟ في القرآن قول الله جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وكذلك قوله جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. فإذا صدقت أن أحدا يعلم الغيب مع الله فقد كفرت بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كفرت بالقرآن. فلا يعلم الغيب إلا الله جل في علاه. ولقد كانت الجن قبل بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كانت الجن تسترق السمع من السماء فيعلو بعضها على بعض حتى تسمع ما يأمر الله تعالى به الملائكة. وذلك أن الله جل وعلا إذا قضى الأمر في السماء وأمر به جبريل ثم نودي به في السماء أن الله تعالى يأمر بكذا وكذا من قبض أرواح أو ولادة أحد أو إنزال غيث أو مرض أو شفاء، فكانت الجن ترتفع حتى تستمع إلى شيء من ذلك، ثم يكذب الجن كل واحد من هؤلاء الجن الذين على بعضهم على بعض، كل واحد يكذب كذبة حتى يوصلوها إلى الكاهن أو العراف فيحدث بها الناس، يحدث بمئة كلمة واحدة منها صحيحة والبقية كذب. فإذا وقع ما أخبر به نسوا ما ذكر من كذب وتذكروا هذا الصدق وزعموا أنه يعلم الغيب، مثل أن يسمع مثلا في السماء أن فلانا سيموت غدا، ثم يكذب أولئك الجن بعضهم على بعض، يسمع الأول أن فلانا سيموت غدا فيقول للذي تحته: فلان سيموت غدا وسوف يسافر ولده ولا يعود. ثم يقول هذا للثالث: فلان سيموت غدا وسيسافر ولده ولا يعود وتموت دابتهم. ثم يقول هذا للرابع: فلان سيموت غدا ويسافر ولده وتموت دابتهم ويفسد عليهم بئرهم مثلا. ثم لا يزال كل واحد يزيد فيها حتى تصل إلى الراهب، تصل إلى العراب أو الكاهن، فيحدث بكل هذه القصة. فإذا مات ذلك الإنسان نسي الناس بقية الكذب، فلا يقولون إنه كذاب لأن ولده لم يسافر ولأن دابتهم لم تمت ولم تفسد بئرهم ولم كذا، لا، إنما يقولون صدق فقد مات.